يابا يابا، خد اخويا، خد حبيبي، يلا شيل يا معلم. عاجبك اللي احنا فيه ده؟ بوز الاخص اهو، استريح، كله من عندك يا حبيبي. بقول لك ايه يا هنداوي، انا ما عانيتش معاك الا لما حسيت بالغدر والخيانه في عينيك. غدر وخيانه؟ يا سلام. طب خد يا اخويا بقى، البس يا معلم. شوف اللي احنا فيه ده بقى، محدش بيسال فينا. انا كان غرضي حد يجيب فينا يبقى بره عشان يصرف علينا ويشوف مصالحنا. طب بقول لك ايه، على مواد النقله اللي معايا دي، بص مين جاي هناك. سلطان. سلطان، ازيك يا سلطان؟ ايه ده؟ نور المكان يا هنداوي. ايه المفاجأة؟ ايه الطلة الحلوة دي يا اخويا؟ طلة حلوة؟ مالك وشك اتخطب كده وفوانيس عينيك عتمت؟ لا يا حبيبي، بالعكس، دي نورت. ده انا ما صدقت سلطان الاقي حد اعرفه في اللي انا فيه ده يا حبيبي. والله مبسوط انك عرفتني وشفتني. اهو يا سلطان. وانا هعمل معاك احلى واجب هنا يا هنداوي. حبيبي يا اخويا طول عمرك. اه يا سلطان، في ايه يا سلطان؟ ايه سلطان، بلاش كده بلاش كده. انت لسه شفت مني حاجه سلطان اخويا؟ ده انت حاطط. سلطان، ايه يا سلطان، في ايه يا سلطان؟ بلاش كده، انا تعبان يا سلطان. بلاش كده، انا تعبان هنا وعندي السكر يا حبيبي. عندك السكر؟ ما لو ما عندكش السكر كنت اتجوزتني انا كمان بالمره. لا ما هم دول يا سلطان السبب، الاثنين السواقين دول. ده انت في نعمه يا حبيبي. في نعمه؟ هم اللي جابوا لي السكر. والله انت في نعمه ومش حاسس يا سلطان. تعالى بحكي لك انا اللي هوريك النعمه هنا على حق. شلو حامد بيه، صديق بابي الله يرحمه. اهلا بيك يا حامد بيه. اهلا وسهلا. هايدي كلمتني عن افكارك وطموحك، وانا عن نفسي بحب الشباب الطموح قوي. أعرفك بطارق ابني، لسه متخرج السنة دي من الجامعة وبيساعدني في شغل الشركة. أهلا، ازيك يا أستاذ طارق؟ أهلا وسهلا. طيب ندخل في الشغل بقى؟ أوكي. هايدي كلمتني عن المشروع بتاعكم، وأنا بخبرتي في السوق شايف إن في مردود كويس قوي من المحلات الكبيرة على المنتج بتاعكم. أستاذ عبد الله، ليك عندي ديل كويس قوي. وإيه الديل يا حبيب بيه؟ أنا هسوق لكم المنتج بتاعكم في دول الخليج، وهخليه منافس للمنتج الأوروبي. وبما إن المنتج بتاعكم فيه المواصفات الأوروبية زي المنتج بتاعهم بالظبط، خلاص يبقى نلعب على السعر زي ما بقول لكم، سعر أقل. وهضمن لكم إن أنا هوزع لكم كميات كبيرة قوي، نظير 15% بس. بس دي نسبة كبيرة جدا. 12% بس عشان خاطر. أوكي، أنا مش هكسر كلام طارق. طب خلينا 10% يا حامد بيه. لا لا يا استاذ عبد الله، 10% قليل قوي. طب انا ماليش خاطر عندك يا انكل. خلاص، عشان خاطر هايدي يبقى 10% يا استاذ عبد الله، اتفقنا. ماشي، يعني هنكلم الاستاذ خالد المحامي ونحضر العقود ونتوكل على الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي، منور استاذ طارق. ده نورك. من الشباب الطموح زي حضرتك بالظبط. هو طموح قوي.